مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وزي ما قلت لحضراتكم في الفقرة الأخيرة هنتكلم عن ظاهرة، وطبعا حضراتكم تابعتوها في الأونة الأخيرة وسمعتوا عنها كتير، وهي ظاهرة تغيير المناخ. والحقيقة طبعا زي ما حضراتكم عارفين وزي ما قلت قبل ما نطلع الفاصل، إن الصيف والشتاء يعني السنوات اللي فاتت اختلفوا بشكل كبير. بقى الشتاء بيوصل لدرجات حرارة منخفضة ما كناش متعودين عليها، وأيضا الصيف درجات حرارة مرتفعة جدا برضو ما كناش متعودين عليها، وده بسبب تغيير المناخ. هنتكلم طبعا أكتر باستفاضة في هذا الشأن. معانا على الهاتف الأستاذ محمد عبد المجيد إبراهيم، مدير إدارة السلام والصحة المهنية وحماية البيئة، سفير المناخ جامعة عين شمس، وماجستير العلوم الإنسانية بكلية الدراسات العليا للدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس. صباح الخير محمد. صباح النور. أهلا بحياتك، منورنا ومشرفنا في استوديو صباح مية. الحقيقة طبعا زي ما حضرتك يعني عارف، احنا يعني الفترة دي بنتكلم كتير عن يعني تغيير المناخ، وحضرتك عارف طبعا انه هيقام مؤتمر كبير وضخم طبعا عن تغيير المناخ. في البداية حابب اعرف من حضرتك يعني ايه المصطلح اللي طرأ علينا ان هو يعني مصطلح تغيير المناخ، حضرتك يعني فيدنا بده اكتر. في الاول بحب ارحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين الكرام. اهلا بحضرتك. مصطلح تغير المناخ في أبسط صوره بدون تعقيدات أكاديمية، التغيرات الجديدة اللي حصلت لينا أثناء الشتاء، بقينا نلاقي جو صقيع غير معتاد لينا، ودرجات حرارة في الصيف تكاد بتماثل درجات حرارة الخليج. وعايزين نفرق في الأول بين الطقس والمناخ. الطقس هو يعني درجة الغلاف الجوي، حالة الغلاف الجوي من ساعة ليوم لأسبوع، لكن المناخ هي حالة الغلاف الجوي على مدار سنة، شهر، عدد من السنوات، يعني الفترات الطويلة. فاللي هي الحاجات السلوك الإنساني أدى بينا لانبعاثات، أدت بينا للتغير المناخي، وهو دوت اللي بنعاني منه دلوقتي في التغيرات المناخية اللي بتأذي شتى مناحي الحياة. فده تعريف بسيط لتغير المناخ يعني. تمام. طيب برضو حابب حضرتك تشاركنا يعني الأسباب اللي حضرتك شايفها طبعا يعني ونفيد بها مشاهدينا أكتر، اللي أدت إلى تغيير المناخ وأصبح قضية عالمية، حضرتك شايفها إزاي؟ هو في أساسيات لتغير المناخ اللي هو في غازات اسمها الغازات الدفيئة اللي بتنتج من الصناعة زي أكسيد النيتروز، حاجات مثلا زي حرق الوقود الأحفوري زي البنزين والغاز والفحم، غاز الميثان. الغازات دي بتطلع فوق الكرة الأرضية بتعمل زي سحابة بتمنع لما تيجي الشمس الصبح بتدي الأشعة بتاعتها للأرض، فالأرض بتاخد كفايتها من الأشعة وبعدين بتردها للفضاء مرة أخرى. لكن الغازات الدفيئة دي بتعمل مانع إن الأشعة تنفذ إلى الفضاء مرة أخرى، فبتسخن درجة حرارة الكرة الأرضية. يعني بالضبط زي حضرتك لما تكون في يوم حر وواقف في الشارع، وبعدين بتلاقي عربية واقفة في نفس درجة الحرارة في الشمس، وتفتح العربية وتدخل جواها، فإحساس حضرتك بيكون جوه العربية درجة الحرارة أعلى ولا وانت واقف بره العربية؟ لا، بيبقى داخل العربية طبعا. بالظبط، ده اللي الغازات الدفيئة أو غازات الاحتباس الحراري اللي بتعمله في الكرة الأرضية. هتشكل بقى مشكلات كبيرة، إن احنا دلوقتي درجة الحرارة لما بتزيد دي هتنعكس علينا، إن الجليد اللي في القطب المتجمد الشمالي والجنوبي هيذوب، مما ينتج عنه ارتفاع مستوى البحار. طيب ارتفاع مستوى البحار دوت إيه العواقب اللي هتنجم منه بعد كده؟ لما درجة حرارة الأرض هتزيد والجليد هيذوب وينزل كمية تزود ارتفاع البحار، المية المالحة دي هتطغى على اليابسة، الأرض هتملح ومش هينفع إن هي تزرع وتخرج نباتات مرة أخرى. يعني إحنا في شيء من بعض المشكلات اللي حصلت بين أوكرانيا وروسيا، وبعض المواني ما بتطلعش المنتجات الزراعية بتاعتها، الحاجات زادت ارتفاع عالي، لكن لما الأرض كلها بقى
هتمنع الزراعة إن هي تخرج هتبقى في مجاعات وهيحصل تصحر ومية العذبة هتقل ويحصل أعاصير وهيحصل تصحر. يعني احنا دلوقتي شايفين بنجلاديش وباكستان فيها أعاصير وفيضانات وحاجات كتير جدا مما ينتج عنها هتنتشر بعض الأمراض زي الملاريا زي كوليرا وحاجات كتير هتعقب الحاجات التغير المناخي. فدي الآثار اللي هي سببت التغير المناخي وجزء من الحاجات اللي هي هنتعرض ليها. تمام. طيب برضه حابين يعني في يعني سؤال مهم جدا عشان مشاهدينا يبقوا على درايه، هل يعني كيف يكون للانسان دور في التغيرات المناخيه اللي بتحصل دي يا استاذ محمد؟ تمام. احنا دورنا كبشر ان احنا نرشد استخدامنا لبعض حاجات ونعدل السلوك الانساني بحيث ان احنا نمنع تسارع حيوث التغير المناخي، وان احنا يجب علينا ان احنا يبقى لينا استراتيجيات يعني حميدة إن إحنا بنشتغل بيها في حياتنا. يعني على سبيل المثال ترشيد مية، ترشيد وقود، ترشيد كهرباء، الحاجات ديت إحنا لما نتناولها هنبص نلاقي إن إحنا بنقلل وتيرة حدوث التغير المناخي. على سبيل المثال مثلا ربات البيوت اللي مع حضرتك كمشاهدات، لما تيجي دلوقتي تغسل الخضار في البيت، احنا في ترشيد المية، لما تيجي تغسل الخضار في البيت اولا لازم ادي خلفية عن المشكلة المائية في مصر. احنا في مصر في حاجة اسمها حد الفقر المائي. حد الفقر المائي الدولة تبقى فقيرة مائيا لما يكون لها نسبة كل فرد 1000 متر مكعب من المية لكل فرد بيستخدمه على مدار السنة. انما احنا في مصر وصلنا نسبه الفرد 560 متر مكعب في السنه، فاحنا تحت الحد الفقر المائي. طيب احنا كافراد نرشد السلوك بتاعنا ازاي في استهلاك الميه عشان نستخدمها ترشيد كويس، ان نرشدها ويبقى استخدام كويس في حياتنا. ربه البيت اللي بتغسل الخضار في البيت بلاش ان هي تغسل تحت ميه جاريه كل ثمره فاكهه كل حبة خضار، تجيب طبق وتنقع فيه الفاكهة أو الخضار بحيث إن بعض حاجات ساعات بيبقى عليها مبيدات، فلما أنقع الخضار أو الفاكهة بيشيل نسبة تركيز المبيدات اللي على الإيه؟ اللي على الفاكهة. طب المية اللي خرجت دي أنا أعيد استخدامها تاني إزاي؟ ممكن أسقي بيها زرع، ممكن أحطها في وعاء مسح الأرضيات. يعني أنا دلوقتي لما أغسل فاكهة حضرتك تعتقد إن هيبقى فيها نسبة أتربة كتيرة؟ أيوة. يعني لما أغسل الفاكهة مش هتنزل نسبة تراب كتير من ال تمام، ممكن أستخدمها في مسح الأرضيات، صح؟ تمام. طيب لما باجي أدخل الحمام عشان أستحمى بلاش يا ريت إن أنا أستخدم البانيو، ممكن أستخدم الدش. الدش دوت ممكن استخدمه اقلل فترات الاستحمام واقلل ضغط الميه عشان الدش يبقى بستخدم في الدقيقه الواحده من 9 ل 45 لتر ميه في الدقيقه. تمام. انا لما اقلل فتره الاستحمام وضغط الميه يبقى انا برضو رشدت في ايه؟ استخدام الميه. تمام. صح. تمام. طيب بعد كده التسريبات اللي في مؤثر الميه في الحنفيات في الخلاطات يجب ان انا ايه اظبطها برضه. صح. تمام. طيب لما انا فكره بقى برضه اللي بيغسل العربيه ما يفتحش الخرطوم على الاخر، لا يا ريت يستخدم وعاء واحط فيه الميه ويغسل العربيه بسفنجه بحاجه بحيث ان انا ما اصرفش في الميه بشكل كويس بشكل كتير يعني. طيب لما نيجي مثلا حاجه زي بتاعه صندوق الطرد في الحمام، صندوق الطرد دوت وليكن بيسع 10 لتر ميه، انا ممكن احط ازازه في الجنب اليمين وازازه في الجنب الشمال كل ازازه لتر. هو لو بيسع 10 لتر يبقى انا ثبت في 2 لتر ميه ثابتين في كل ازازه لتر، فكل سحبه هيعمل 8 لتر ميه بس ينظف الحمام مش ال 10 لتر. وبعدين يجب ان انا لما اسحب السحبه بتاعه السيفون
اسحبها واردها تاني بسرعه، عشان اللي بننظف قوه اندفاع الميه مش كميه الميه. دي حاجه بسيطه كده في عجاله عن ترشيد الميه. طيب لما ندخل في ترشيد الوقود، احنا لو رايحين شغلنا وفي مكان مثلا في دوره للشغل هتيجي تاخدنا احنا مثلا 20 فرد، وال 20 فرد دول مننا 10 عندهم عربيات. طب لو اتجمعنا كلنا في عربيه الشغل هيبقى ال 20 فرد راكبين العربيه، عربيه واحده بتخرج وقود، وقود محروق او انبعاثات من عربيه واحده. انما لو راح ال 10 بعربياتهم هيستهلك وقود قد ايه؟ هيعمل تلوث قد ايه؟ هيعمل زحام قد ايه؟ طب انا لو ماليش في المكان دوت عربيه تديني شغلي، واحنا خمس افراد في نفس المكان بنروح نفس الشغل وعندنا خمس عربيات، يبقى نوفر الخمس عربيات وكل واحد مننا في اليوم يجيب عربيته نركب فيها احنا الخمسه، يبقى رشدنا استهلاكنا للفلوس ورشدنا كمان ايه الوقود وقللنا التلوث والزحام في الشارع. دي حاجة بسيطة يعني. أنا برضك لو أقدر إن أنا ألغي سفري لمكان وليكن محافظة تانية بإن أنا أقضي المصلحة دي على الإنترنت أو الفيديو كونفرنس يبقى أفضل، بدل إن أنا أروح مشوار كبير. لو عدد كبير مسافرين طب نستخدم القطر بدل ما نستخدم عربياتنا، بنستخدم إيه مركبات بعدد أكتر تصير تلوث في المكان. تمام؟ تمام. طيب تعالى بقى نرشد كمان في الكهرباء. الكهرباء دلوقتي لما انا باجي ربة البيت لما تيجي تستخدم الغسالة في شغلها بتستهلك كهرباء فيها ومية ومسحوق. طيب انا لما اجي ارشد في استهلاك الغسالة كربات بيوت هترشد ازاي؟ في حاجة في الغسالة اسمها الحمل الكامل للغسالة، يعني ما تشغلش الغسالة إلا لما تكون واخدة الكمية بتاعتها كلها، يعني وليكن بتسع عشر قمصان، ما ينفعش أحطها بخمس قمصان بس. عشان كده كده في الدور اللي هتشتغله بخمس قمصان بقمصان بالعشرة هتاخد نفس كمية المية والمسحوق والكهرباء. يبقى أنا أديلها الكمية الكاملة بتاعتها. طب حبيت أرشد تاني في الصيف، انا بلاش اشغل المجفف، بلاش اشغل السخان. تمام؟ تمام. طيب في 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 الاجهزه زي مثلا زي الثلاجه، الثلاجه لها حسابات برضو لازم ربة البيت تاخد بالها منها. لازم تسيب مسافه بينها وبين الحيطه 15 سم بحيث الهواء يدخل من ورا الثلاجه وهي ما تسخنش وتستهلك كهرباء كتير. كمان يجب ان انا انظف الموتور والشبكه بتاعه الثلاجه وعشان ما تسخنش وتعمل كهرباء كتير، واستخدم الثلاجات الافضل طبعا يعني اللي هي الموفره للطاقه اللي هي بيبقى عليها علامات كده خضراء وحمراء وبرتقاني، استخدم اللي هي عليها السهم الاخضر اللي هو دي مرشده لايه للطاقه. تمام. بلاش افتح واقفل كتير، ولما اجي ارتب تنظيم التلاجة الحاجة اللي أنا ما بستخدمهاش كتير أخليها في التلاجة لجوه، والحاجة اللي أنا بستخدمها على طول أو في متناول إيدي أخليها على الباب علشان ما تقعدش كل شوية إن أنا إيه أدور في التلاجة ويدخل فيها هواء سخن وعلى ما تتبرد تاني وتقلبها الهواء ساقع تاخد كمية من كمية أكبر من الكهرباء. مظبوط. تمام. لما أجي أرص الأدراج بتاعة الديب فريزر لازم برضو ان انا املاه كله والمساحات الفاضية منه احط فيها تلج. ولما اجي في الصيف بلاش افتح واقفل التلاجة كتير، اخد التلج احطه في كولمن علشان يبقى ايه بشرب مية ساقعة ومفتحش واقفل في التلاجة كتير علشان ما تعملش معايا اسراف في استهلاك الكهرباء. تمام. شركة الكهرباء قالت الكتل بيزود فاتورة الكهرباء في الشقة الواحدة 500 جنيه. طب احنا نتلاشى ده ازاي؟ نتلاشى الكتل خالص ونرجع للتسخين على البوتاجاز. البوتاجاز لما نحط في براد احنا وليكن خمس افراد في البيت وكل واحد
هيشرب المشروب بتاعه وقت ما يحب، واحد بيحب يشرب بعد الاكل، واحد بعد نص ساعه كده ايا كان. تمام. ايا كان، فاحنا نحط الميه اللي غليت في الترمس، وكل واحد فيه وقت احتياجه لاخد المشروب بتاعه. يبقى احنا كده ايه، احنا موفرين الميه ورشدنا في استهلاك الميه والكهرباء، عشان لو مزبوط. كل واحد ما تحطش الميه في الترمس ممكن واحد يجي يغلي في البراد يقول لا ده في نص ميه، لا ده غليت قبل كده، يروح يرميها ويجيب غيرها. يبقى انا حددت كده الميه والغاز والكهرباء اللي انا محتاجه بالظبط. طب رباط البيوت برضه، انا بخص كلامي ليهم، لما تيجي تستخدم البوتاجاز عشان ترشد منه، اول حاجه لازم ان هي ما تفتحش الاواني كتير وهي الحلل وهي بتسوي الطعام. اذا كان في امكانيه ان هي تجيب الحلل الضغط بيبقى ارشد برضه ترشيد. ثاني حاجه الفرن لما تيجي تستخدمه تحط صنفين مع بعض، يعني بلاش ان انا احط صنف وبعدين يخلص ونحط الصنف الثاني. مظبوط. يعني الحاجتين مثلا صنيتين مع بعض، نوعين مع بعض، بحيث ان انا كميه الحراره وكميه الغاز هي كده المستخدمه نفس الموضوع. الحقيقه استاذ محمد، يعني فعلا زي ما حضرتك اوضحت فعلا بشكل جميل جدا ومنمق، يعني حاجات بسيطه جدا ممكن نعملها بس هتفرق معانا على المدى البعيد، وهتفرق معانا في الفواتير، وهتفرق معانا في حياتنا عامه. حاجات بسيطة جدا جدا وممكن ما يكونش يعني في بال المواطنين، بس طبعا يعني اللي حضرتك اوضحته لنا انا بشكرك عليه طبعا، ان هو يبقى المشاهدين يبقوا على دراية بيه اكتر. زي ما حضرتك اوضحت لنا حاجات بسيطة يعني تخلي الشخص في نفس الوقت يعني يستفاد هو شخصيا واستهلاكه، حتى في الفواتير اللي هيجيله تبقى قليلة، وفي نفس الوقت بنحافظ على المناخ والمناخ العام، يعني زي ما حضرتك اوضحت لنا طبعا. تمام تمام. احنا طبعا بنتمنى ان يعني المؤتمر يعني ان شاء الله يطلع بكامل صورته وافضل يا رب، وبنتمنى كمان ان المواطنين يكون ليهم يد في هذا الموضوع، ان هم يعني يحافظوا على البيئه، وان شاء الله نرى الافضل والافضل في الفتره المقبله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا بشكرك على وجودك معانا، وبشكرك على التفاصيل اللي حضرتك قلتها لنا. انا بشكر جدا لحضرتك، وارجو ان انا اكون قدمت حاجه طبعًا فيها افاده ولو بسيطه. يعني لا ده يعني ده افضل حاجه حضرتك قلتها لنا فعلا، ان احنا نرشد من هذا الموضوع، واكيد فايده كبيره جدا يستفاد بها المواطنين ان شاء الله ويطبقوها في بيوتهم ان شاء الله. بشكرك جدا استاذ محمد عبد المجيد ابراهيم، مدير اداره السلامه والصحه المهنيه وحمايه البيئه، سفير المناخ جامعه عين شمس، وماجستير علوم الانسانيه بكليه الدراسات العليا للدراسات والبحوث البيئيه جامعه عين شمس. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده خلصت فقرتنا، وايضا خلصت حلقتنا النهارده من برنامجكم صباح مي. ان شاء الله بكره مع صباح مي جديد، واشوفكم بكل خير وصباح الخير.